نتمنى ذلك، ونتمنى ان يكون في فرحه لجمهور الزمالك المره دي، لان هو كان يعني انا حضرت الماتش برضو ده في الدقيقه 86 يعني ايا كان بقى، بس هي الفكره ان انا حضرت الماتش ده، لا كل الاجواء كانت راحه في سكه الزمالك، واخد صحيح بالك، من حيث العناصر، من حيث لكن طبعا نتيجه تغيير الاجهزه الفنيه طبعا، والاهلي كان نفس الكلام، كان لسه موسيماني جاي لسه بعد جاي. الفاينل. بس الحقيقه اللي يحيرك في الموضوع ان الحظ مع الزمالك صعب جدا، لكن في المقابل الحظ مع الاهلي يعني انت سلس عندك قوي. يعني موسيماني يعني كل ما جمهور الاهلي يبتدي يزوم عليه ويحاول تلاقيه بيعمل لقطه، بياخد بطوله، بيفوز، بيعدي من ماتش الزمالك بنتيجه كبيره، حظه كويس، حظه صحيح. كويس. لكن في المقابل الزمالك طبعا حظه سيء جدا على الصعيد الاداري، على صعيد المشاكل، يعني عايز اقول لك ان الاهلي عنده فرقتين اصلا، ورغم ذلك جاب فرقه ثالثه يعني عشان يدعم صفوفه، في حين ان الزمالك بيتحرم من عناصره اما بالاحتراف في الخارج او بعدم القيد. فاعتقد ان هي كلها ظروف صعبه جدا، ظروف معاكسه جدا تهد اي فرقه حقيقي يعني. صحيح. فان الزمالك يوصل لدور المجموعات اتمنى ان هو يكمل ويتجاوز المرحله دي، لان لو المرحله دي عداها اعتقد هتفرق معاه في المستقبل باذن الله. انا طول الوقت بقول انه الزمالك محتاج انه في المباراه الاولى يوصل رساله، رساله قويه ان انا جاي وان افريقيا بتناديني. ده مهم جدا من اللعيبه ومن الجهاز الفني، والجهاز الفني لا يلتفت الى، يعني عايز اقول لك ان كارتيرون من اكتر الناس اللي بتطلع عليه شائعات طبعا من ساعه رحيله المره اللي فاتت، مع اي همسه سفرية في الاداره يقول لك في منطقه الاداره تحديدا، يقول لك ده خلاص ماشي، ده جاي له عقد، ده جاي له عروض. صحيح. طبعا دي كلها حاجات بتعمل قلق وبتهز استقرار اي فرقه. بعد نهايه القرن لو تفتكر ما فيش عروض سمعناها خالص للاعيبه الاهلي، رغم انهم اخذوا بطوله افريقيا، جات عروض قد لكن كده كل للزمالك. العروض كلها كانت للاعيبه الزمالك، والى الان لسه برضو العروض بتيجي للونش بعد المنتخب، بتيجي لاحمد سيد زيزو، مع ان احمد سيد زيزو جدد. اذا هي مساله ممنهجه هدفها ضرب استقرار الفريق. اعتقد ان الجهاز الفني ومن وراءه الاداره، حتى لو كانت الاداره الجديده ان شاء الله ايا كانت مين، من دورها ان هي تلم الفرقه، عشان انت عندك هدفين، هدف الدوري المحلي اللي هو برضو قريب مش بعيد، انت كل الحسابات نظريا انت ماشي كويس جدا، وفي نفس تستعيد الوقت نفسك. بطوله افريقيا مش بعيده عنك، انت قريب منها، مفيش حد اقوى منك حتى في المجموعه اللي انت فيها. وعايز اقول لك لو كان الزمالك صادف ان هو وقع مع الاهلي كنا هنقول نفس الكلام، بس كانت الفكره ان انت النهارده بتلعب على نسب. انت النهارده عندك طموح، رغم ان انت المفترض ان انت دخلت النهارده القرعه ودخلت تصنيف تاني، انت النهارده عندك ايه اللي يمنع ان الزمالك يلعب على ان هو يبقى اول المجموعه؟